بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على رسول الله إمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. درس أمي إيكرو تفسير آيات يكيا. تفسير آيات يكيا جسورة السجدة تفسير كشافية. أمي سي آيات مآلة بخوينين لدى تفسير ده أمي بكار بن إن شاء الله تفسير آيات يكي بكين و آيات دواجة إن شاء الله آيات دواجة أمي بكار بن بكين بلي. سورة السجدة مكية وهي 30 آية وقيل 29 آية. أستعيذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. مالا وغان كردي أبا سورة سجدة بجن إرو درس عمد دسبيكا سورة سجدة لمكيه معلوم دا كثيرا يعني سي يانجي بستون آية بنابي الله أبي مهرفانو دلوفين تيت أم في بنابي الله أمن أم نابي بنابي خدا لغرة خدا عامة اجبو راستي اوي قلت موجه بنابي الله اجا هنك تيت اوي مهربان ودلوفين اوي مهربان ودلوفين يعني براستي او اوجي ام نابجن ام بن اوي مهربان دلوفين يعني او او دو دا حرف عطفي افادتك ام بن اوي مهربان دلوفين وبيجي تشيدرا اوي مهربان دلوفين مع المهربان أو جي معنا دلوفانة أو جي معنا ودي رحمة ودلوفين جي معنا أو ألف لام مي أب آية دايكيا هنا أرتنا قرآن قد تيدا قمان تنيا أب جي بو جملة كما قريدا جي جم پروردگار عالمي هنا أرتنا قرآن هوالك أزولا عفوا هوالك ميكروفونا ويذاكرية خورا خورت كش خيري تا هوال بگیر میکروفون خو باش ده من کنه هنا ارتنا قران تنزيل الكتاب هنا ارتنا قران دا کتنا قران کو قتی ده گمان تونه یا او ججم پروردگار عالم یا رب معنا پروردگار ام يقولون افتراه یان او د بیجن محمد قران ججم خلی انیه نا بلکی او حب خویا جم خدايته اجاكم مجو ام بين شاهد مجو بسم الله ام بين بنابي الله ليكم مجو من ربك او اجري او لفظ رب ام الترجمه والقروي تكرديده بلا خدا بها من ربك خدايته شو رب عامه يعني رب تدبيجي تدبي ربي ربي الله ايش عامه تدشي بالخصيبه انا ربي الله يعني تدبي خداي من الله تنابي خدايا من خدايا الله لازم لفظي يعني اگر قرينكي تام تنبي قالك مبيجي لفظ الله مول سر حالي وبيلي اللي بلي مثلا تبي اشهد ان لا اله الا الله اذا بدي اله تب خدا معنى كي اللي بيجي اشهد ان لا خدايا الا الله يعني الله بيبقى خدا تنن بيجي او الى رب معنى خدا ترجمه كريم الله جيب حالي قدمين جيبو تبي جيجم خداي تاع جيبوكو تبي يعني تشما افاديش عند تنزيل الكتاب لما انزل سبب نزول اتيا لتنذر قوما ما اتاهم من نذير جيبوكو تبي ملتك ولي هشيار بكي وبرياتا تو هشيار كار جوان رنا هاتنا داكو او بين سريا راست اجا تشمتي واشيار بكي التي تنزل انذار التي انذار يجي هداية ما قلت سورة السجدة مكية
الملكية تطبق قيل إلا 3 آيات من قوله أفمن كان مؤمنا، وقيل واثنتين من قوله تتجافى جنوبهم عن مضاجعهم. أف شهابجي وسعيد حواجي دبيجن أف بعيدة يعني راس أوى أو هردو جراس بيجن وسيدا زمك شريجي شادي بالبيت كما قلت يا ولعل زمك شرية لبعده ما لم يذكرهما يعني أظهرت قول بعيدا وأم سناي بك أو بعيدها يعني أم بيجن راستي أو سورة السجدة مكية حمي مكية مستثنى تيتنا مدني تيتنا ليك وقلتنا أفمن كان مؤمنا سي آيات جي مدنينا وياجي قلتنا أو دقالك ودى آيات اشتتجافى جنوبهم أو مدنينا أم بيجن استبعد هذا القولان استبعد يعني هذا القولان أو هذا القولان تفسير أليفية لشدة ارتباطها ما قبلها لو رأى آية ما قبلها وارتباطك ووصل قرط آية وقد أمبن إذا احتمالك دي هي أو من أقول جوابك دي هي أمكار بدن أمبن هناك آية معلوم دجارة نازل بنا ممكن أو آية المكية جي نازل ببن وبشر المدينة جي نازل ببن جو تأكيد وقيل 29 ما قلت شي ما قلت 30 آية وقيل 29 شما ما أبو وقيل 29 أم نسال تشتغلهم دويدا الشهاب تشتكي بيجي من خلص هبال ليميزن كمعناوي تشيام يعني الأساس في تفسير دويدا أوجد تشتكي بيجن دبيت شما 29 بالاختلافهم في قوله لفي خلق جديد هل هو آية أو بعض آية إذا براستي تبدأ إشكالا من شيء يعني بروبلمك أز باقوات بينهم تشدش ده أن بين وأن بيجن سي آيادة وتبيجي لفي خلق جديد مثلا وتبي رواد آيادة ده هذا وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون إذا أهم عبارة أبهد بين الاختلاف يقول لفي خلق جديد هل هو آية أو بعض؟ أجل لفي خلق جديد آياتك به وبل هم بلقاء ربهم كافرون آياتك دي به أبو شغي أبو مستلسمك وآيات سو يك آيات بالسورة السجدة ماني يعني قد فهمي نوا جوغ سي آيات حاضر هنا سي آيات هنا إجاك وأنبيجن إننا لفي أئنا لفي خلق جديد أو ودي جي آياتك يا مدي بسكن بسر وقفك بكن أو ودي علامة آيات الدين أو نابي بستنا أو دبي سو يك إننا أو دبي كو أم ببجن إننا لفي خلق جديد آيات كنينة أو بآيات كدفا داتينة بيشيخ ويا باشيخ وكو دينة كو دينة بعدك جو آياتي بي که بعدک جایت به آیات کاب تمامی نیب، آو چه آیات کی کم دب؟ سیسید کرد و بیسونه. از او نه میزنه. شخون فیگا زدن د کود ام دخند د جزءی کج آیاتی دیزد بسی کود توید آیاتی که بسکنی د بسو یک ادب عبارة سوال من ابها. آه من ادیم او آیات کی نه؟ شو آیات کی؟ نه شخون فیگا شخون بعضو آیات نه. نعم بعض الآيات يعني بعض كيش آيات يعني وتريد بسكني آيات دي شيء بي يعني وقت قطيب و أنا كم كنت أولا لود السكنان تن هيا نوا أي نال دخل من جديد قد علمت يعني آيات هيا علمت آيات هيا لأمر الحيرة إنك عالم قلت نود آيات سكني علمت آيات أن هنش قلت نا بل هم بلقاء ربهم كافرون هنا قد تبي آيات نوا هنا قد تبسكني هاو شيء خوش بو بستونه السي أمين شما قلت يا سيدة الشهاب عبارة يبيها والأساس سعيد حوى بيت بجي بوهي 29 آية في البصري و30 في الباقية يعني دو قرآن بصري دا أري بستونه أو مجملة أم نزال يعني شما بستونه شما سيا أزلي سؤالي بيجبو فيتكم أدم يعني إنك هبالك مثلا ببينه جيكي تفسيرك ما بدي قراءات دا صيدا دا أو كتابي قراءات دا ما بني رأى أو ده هذا دا تهيلي السري خبر دنا براستي أز قاسب وكاري أز يعني ما أولادي جبوا أز بي سؤالتكم يعني أدم يعني هبال بقلب بزام من موجودة شتي جانا بزام مثلا شما جاري قوتنا بيستونا شما قوتنا بيستونا
يبوت من سي تشما مو بيجي بزامبي او سبب يوم زامبي باش بيجي تمام جام ام باشا كيس لا من ابنه بلا زنو بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم اتخوازم نكسر بيجي ازنيكي بشتغلهم ما قلتيها ما اشارات كبار خبر داني كده ما قلتيها هذا هو اسلوب المغاربه من قرائي ورش يعني اهل قرائي ورشي وكان بيجن يا ليبيا ويا مغرب كان بين فاسي او شاغي كون القراني وميزنن قراني كل باواتين طبعا ميزنن او بسم الله الرحمن الرحيم ند الريزه ريزه بسرقه دايا او بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ديفيجن باش تبدا تنزيل الكتابي بسم الله الرحمن الرحيم والف لام ميم عبره السري الريزيده تدي سبيكر الفايده بيتشيا معناها بيتشيا الجوابه تشتكي دي تيت مشهوره ام البامد بيجين دسر سوره فاتحه ام بين القرى الشافعيه بسمله هذه كبسر اخويا والقرى حنيفيه نبسر اخويا اصلا يعني كاش قرانية نش قرانية اصلا ابقى لك عباره ب يعني تيت بجن يا بسمله فاتحيه نش فاتحيه ام قالك بزنب ود قران ده بسمله تمام ج قران يعني د 113 سوره سوريان ده بسمله هي او بسمله جي ج قران الا دي الا براءه انا حديثه دي براءه دي بسمله ده معناها ريتشين معناها ده ما جد وصل وسيزده دي ده بسمله هي دي بل معناها فاتحه نخو فرقه فاتحين والبقره بوتش فرقه فاتحين وسوره السجده بوتش اخي فرقه ابا دي فاتحه ده بسم الله الرحمن الرحيم ثاني بسال يا اخوه ايتك مستقله لبلد الف لام السجده ده بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم بسال يا اخوه ايتك بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم حتى الف لام ميم او ايتك وتنزيل كتابي ايتا الدعاية نخوة فرقة فاتحين والسجدة أبا دي فاتحي ده بسم الله الرحمن الرحيم تاني سري إخوة آياتك مستقلة ودفان سدو دواز ده سوري دي قال ما بعد إخوة آيات جوابة جبوكو فرقك أصلا دنا بين الشافعي وحنيفية ده تند مثلا بسم الله ده التواجد القرآن ده يا فرق أبا كود بسم الله دي فاتحي ده آياتك مستقلة وبيد ده مستقلة أبو يجي بسبب سبب أمين كيسر ذي بخوينين دي بمناسبة السورة اللي ما قبلها أمين عجلة عربية يكوينين دي بي يعني كأف سورة على قاوي بسورة ما قبل خوايا آية ما قبل خوايا دي جاء في آخر السورة السابقة سورة لقمان ما قلت شيء هو قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة يا يعني وينزل الغيث للدو ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت أفنش إن الله عليم وقد تضمت هذه الآية أمورا خمسة جعلت علمهن مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه وليس لعلم الإنسان سبيل له يعني أصل وأفش ما استأثر الله يعني أخوة تعالى تاني أخوة أو كريب زانبونا وان أفنجا وقد جاء في هذه السورة سورة السجدة بيان شارح لهذه الأمور يعني عين أف سورة سجدة وان أربنج نقطة بيان ديكي والتأكيد أساس جبسات بتفسير أساس بوجه مناسبة ما قبلها اشتمال كل على دلائل الألوهية وفي البحر لما ذكر سبحانه فيما قبله دلائل التوحيد هو الأصل الأول ثم ذكر جل وعلا المعاد هو الأصل الثاني وختم جل شأنه به السورة ذكر تعالى في بدء السورة الأصل الثالثة وهو النبوة إجا وقال الجير من السودي فيزل سامة قبلها أو يكون مجهول مدوكي مجهول قلتي معنى كذا قلتي إنها شرح لمفاتيح الغيب الخمسة التي دكت في خاتمة ما قبل دبتشوا فقول تعالى ثم يعرج إليه في يوم كان موضوع فسن ما تعودون أف شرحة شيئا شرح إن الله عنده علم الساعة ولذلك عقب بقوله سبحانه عالم الغيب والشهادة وقوله تعالى أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز أف آية آجي أف آية كريمة شرح قوله سبحانه وينزل الغيث
اوجي مع بيانه ويتكي شرح ويتكي. وقوله تبارك وتعالى الذي احسن كل شيء خلقه الايات اوجي شرحها ويعلم ما في الارحام. وقول عز وجل يدبر الامر من السماء الى الارض ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها اوجي شرحها تتكي شرحها وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وقوله جل وعلا إذا ضللنا في الأرض إلى قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون شرح قوله سبحانه وما تدري نفس بأي أرض تموت. ماشي أمن السر افترى أوجي ودي أوجي نتركي خوش هيا أم يجي بيجن أم يقولون افتراه يعني التفات تدايا شوف ألف لام مين يا رسولي لا يا أو يا بيغمبري من تنزيل الكتاب لا ربي فينا تشوفوا أصل الخطاب ده أوه نوع هو خطاب إش بيغمبر لها دي بيش يقول أم يقولون يال أو دبيجين افتراه بغيبته بشترى بل هو الحق من ربك بخطابه نوع في قوله تعالى افتراه عدول من الخطاب إلى الغيبة وهذا على غير ما يقتضيه النظم إذ كان قوله تعالى تنزيل الكتاب لا ربي فيهم رب العالمين شو أم فازم بيجن كات شو التفات تدايا شو كشاك تعالى يقول تنزيل الكتاب لا ربي فيهم أب خطاب شبه بيغمبرة لأن القرآن كله ختام رب إليه ثم جاء بعد ذلك ثم ما جاء بعد ذلك في قول تعالى لتنذر قوم ما أتوا نذير من قبلك يقضى بأن يكون مقام النبي هنا مقام حضور لا مقام غيبة يقتضي أن يكون مقام النبي هنا مقام حضور شوفوا الإنذار الوظيفة بيغمبرة لا مقام إجت أو يبيش والسؤال هنا ما سر هذا الاختلاف في النظم ولما خطب النبي صلى الله عليه خطاب غيبة في قوله أم يقولون افتراه ولما لم يجد الخطاب على هذا النسق في قوله تعالى بل هو الحق من ربك بوالجواب على هذا والله أعلم هو أنه لما كان الافتراء بين افتراء مما لا يغلق بمقام النبوة ولا يصح أن يطوف بحماها نلايقه يخد دورة مقام النبوة بقريجي نيزيجي ببين شوكي فقد كان إكرام الله سبحانه وتعالى النبي الكريم وإحسانه إليه ورحمه لقدر شيء أن عزل سمعه أن يواجه بهذا المكروه من القول الذي يقوله المشركون يعني ولو بالنفي يجي ها يعني ولو باحتمال يجي ديسا توجيه نقر خويا تعالى نقول أم يقولون افتريته نقول أم يقولون افتريته وحتى إنهم وإن أرادوا النبي بهم براس في أوقع زواد من بيغمبرة لبليه فإنما هو مصروف عنه إلى غيره أو أنجح يكدي بإفتراه يكي غائب يكي نحاضر ينتوي ممن يصح أن يكون مفتوح يكي يكون ممكن إفتراه دبي وهذا حقيقة أبشبوك وزعت وجهه فوق أنه تكريم للنبي وعلاء لقدره هو أدب سماوي وإعجاز قرآني في تصوير الواقع يعني دبي كتبئة من قرطام أو ظرف أو حال أو روج تصوير ذلك وضبطه على أحكم ميزان وعدله وعقوبه أما بتمام تشما نخوكو من بل والحق من ربك لتنذر دون تشما بخطابه بو أما حين يكون الأمر مما يخص النبي خاص بغمبره ويتعلق برسالته ويحقق صفة من صفاته لا صفاته يعني صفاتك استفاده بيغمبرتيك وإنذاره فإنه يكون من مقتضى الحال أن يواجه النبي بالخطاب يعني أن يواجه النبي بالخطاب وأن يتلقى ما يخاطب به في مشهد وحضور تنذره في إنذار بك فذلك أرضى لنفسه وأهنوا لقلبه قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء قوله تعالى بل هو الحق من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون هذا بذكر بخطابه بدا أو قوما نجي نكتكي تسروي قوما نجي أمي بيجي أمي دس أمي بيجي بوا في ذكرهم هذا الذكر المنكرة يعني تشما قلت
لتنذر قوما ما أتاهم، يعني عاني ذكر قوما بدلا من إضافته إلى النبي لتنذر قومك، يعني شنو أقول بيجي قومك؟ شو ما قلت لتنذر قوما، نقول لتنذر قومك بإشارة إلى أنهم كانوا على حال من الضلال والضياع. دورة أو يقول قومك إيش قوما؟ تبكي قومك منكر، قومك بقيمات بحيث كادت تذهب معالمهم. على منوال، على منوال يعني الكوان دهيليل سربيا وتضيع إنسانيتهم وواجب إنسانيتها واجب منضدبوا. وفي هذا فبيتم قوتي لتنزل قوما في إنكارج بما يدعوهم إلى النظر إلى أنفسهم والقبض بزبر وإلى البحث عن وجودهم الضائع حتى يجدوه في ضراء هذا النور في ضوء هذا النور المرسل إليهم. ألف لام مي. شكون سيدا كشاف جبوك أو دكي إعراب دكي نحو جام تشكي بيجن. دبي ألف لام ميم على أنها اسم الصورة بناء على أنها اسم الصورة كون بيجن مبتدأ خبره تنزيل الكتاب. أم بيجن ألف لام ميم وأم بيجن نافي السورية شو قاضي بيداوي دبي نافي السورية نافي القرآنية بيجي مبتدأ خبره تنزيل الكتاب. ألف لام ميم يعني القرآن شيا القرآن تنزيل الكتاب وكي موسى قلت بي وكي ما قلت بي القرآن تنزيل الكتاب دلوقتي اسم السورة نافي اسم القرآن يا سيدة لما قلت مقول قال القاضي بيضاوي سيدة ديت قاضي شاقي قلت بيجي ودي التفسير أخذت بيجي بإن جعل اسما للسورة أو القرآن أو قاضي بشاقي بيجي سيدة ما في اسم للسورة أبو كشف ألف لام ميم ناف سورة كان دقينا تنزيل الكتاب أبلي يعني كشف قلت اسم السورة لبلي دم كي نقي قاضي بيجي أو السورة أو القرآن بيا بلي أو أم بيجي مبتدأ أو تنزيل خبره إذا وإن جعلتها تعديدا للحروف ارتفع تنزيل الكتاب بأنه خبر مبتدأ محذوف أو هو مبتدأ خبره لا ريب فيه بل إذا وإن جعلتها تعديدا للحروف معلوم ألف لام ميم هم مجملة وهم مفصلة يعني كنت أقول ألف لام ميم يعني هم محكمة هم متشابهة يعني لو ألف لام ميم كنت أقول ألف ولام وميم وكي تبيك ودابي سورية أو مجملة أو سورة بكم بتفصيل هاي كنت أقول ألف ولام وميم شو محكمة ومتشابهة لو ألف أمزان ألفة ولام لام وميم ميمة أبقى أموا حرفة ناس كرنا مجوارة أف محكمة دي كنت دانين باها بودن تقول ألف لام ميم تانين باها بودن أو بم متشابه أو دمت نجي بشكل بيجن بلي وإن جعلتها تعديدا للحروف ارتفع تنزيل الكتاب مرفوع دبي بسبب شيء بسبب أنه خبر مبتدأ محذوف يعني هذا يعني مبتدأ ما في هذا تنزيل الكتاب بلي بأنه خبر مبتدأ محذوف يجي أو هو مبتدأ خبره لا ريب فيه يعني تنزيل الكتاب لا ريب فيه يجي أن بيجن هو المرتل يعني تنزيل الكتاب بلي أو أو هو مبتدأ خبره لا ريب والوجه يعني باش وجه باش أن يرتفع بالابتداء أن يرتفع بالابتداء أم بيجن يباش أو أم بيجن تنزيله بلا مبتدأ به وخبره من رب العالمين لم رب العالمين جاء بيجن خبر تنزيله ولا ريب فيه اعتراض الجملة كما اعترض به لا محل لها من الإعراب يباش تركيب أكو سيدة إذا ما شريت ترجح تكيبها تنزيل الكتاب المبتدأ ومن رب العالمين معناه ردها قوتية سيدة لماذا؟ معناه رد فيه ده حق وقت ليه؟ يعني تنزيل الكتابي تنزيل من رب العالمين شو قبالنا يعني تركيز تنزيل من الله إيه؟ بلي شخد ضمن اليابة اللي ريب فيه هكذا بلي بلي
تبين يعني جملة معتدية يعني جي حالة بمعنى وصفة. على كل حال يعني التركيز لسان من رب العالمين خشى يعني أم بيجن تنزيل متدابي ومن رب العالمين خبره به ولا ريب فيه جملة معتدية أو تركيب خشى إجا بس بقول تفتيدا بلي بقول تا خبري بعد خبرة تا خش تربو أو أو دبيجي أو ولي دبيجي دبي دبي خبر تنزيل الكتاب لا ريب فيه وتنزيل الكتاب من رب العالمين إخدا خز خويايا أو توازي بيجي لا ريب فيه يعني جملة كي معترضة كي يعني أدف من رب العالمين يعني أنا أو تركيب جد بيزاد تركيب ده جاهز شن سرت كده ده أتذكرن يعني يجوز أن يكون خبرا ثانيا أم كان به خبر ثانية ويشغل على فيه بخن حال وأم كان بيجن تسر احتمالك وخبر بده ما عزوه شيء بيها يعني أو شيء شيء من على كل حال شد إذا كده شيء من وش من والوجه أن يرتفع بالابتدائي وخبره من رب العالمين ولا ريب فيه جملة العربية اعتراض الجملة كما تقول لا محل لها عربي بل إجا ما قلت شيء تنزيل الكتاب لا ريب فيه أو في ضمير والضمير في فيه أو ضمير في إيدا راجع إلى مضمون الجملة دي راجع إلى مضمون الجملة يعني لا تنزيل الكتاب من رب العالمين لا ريب في هذا لا ريب في ذلك كأنه قيل لا ريب في ذلك أي في كونه منزلا من رب العالمين في الشبهة تنك واشترف خداية تعالى بلي أو ضمير لا ريب فيها من ما وراء احتراء كلام أخرى كما وسط تاويق راجع إلى مضمون الجملة ضمير يعني تفرد الضمير بشينا اسمارة كده وكيد بيعطيها يعني شو كيس مشان تواجه بار صفته موصوب التبع بلى بلى ضمير يا راجي بار صفته بار موصوب كده يعني اللي تغلط دار بازبو يعني أو فيه ضمير بار مذكور إذا مفهوم ها وببيت شيء ويشهد لوجاهته ويشهد لوجاهة هذا الاحتمال يعني كو اعراب اعرابك كو وجيها اعرابك خوشا شي شاهد بيجي قوله ام يقولون افتراه لأن قولهم هذا مفتران إنكار لأن يكون من رب العالمين ويشهد لوجاهته ضمير هي رجب الكتاب ويشهد لوجاهته لوجاهة هذا الاحتمال الأخير يعني لوجاهة أن يكون من رب العالمين خبرا يعني ما هو والوجه أن يرتفع أهو أنا قبل بداية وخبره أهو في جواز يعني لوجاهة هذا الاحتمال سيدا لوجاهة هذا الإعراب وجهه بيجي بلي حتى ودت سويت سكنه لدبين لوجاهته أم ضمير راجع أم دبين أم بيجن من ربي ببي خبر يصير حالية تيجي تشيدا احترام دريش كيسر تشتغلي لا لا إجاش بو يشهد وجهته يعني وكي بهدفه في وجه شيء سيدا أو من ربي يعني بس تقوية بالعالمين إيه يعني وكي تبيت بتقوية من رب العالمين بلي بلي تقوية كيف ومن ربي أمي بيخن خبره تنزيله سلبيت سكنة ويشهد لوجهته قوله أم يقولون افتراه شوف أو تبي أم يقولون افتراه شمع آلية دمكي مثلا هدف من رب العالمين يعني القران اشترف خدا به شما اشترف ويا وشما نش اشترف ويا دمكي خبردان السلوية ما دام خبردان سلوية والخبر جزء المهم الفائدة نقام بيجن من ربي خبره لأن قولهم هذا مفتران هذا إنكار لأن يكون من رب العالمين أو قد بلوي قد بلكو إنكار اشترف خدا به نكو مثلا يعني نبي إنكار جبور ريبيته نوى يعني إنكار ريبيته ده يا أنتنا بس إنكاره قد برك ونج مفترى شغل مفترى بتبتشي لما كنا نشترى خدا ذلك وكذلك جي وكذلك بل هو الحق من ربك جي أو بل هو الحق من ربك أفجي تمت أيدك
وبلا من رب العالمين أو بمحب ومحبتي فائدة بلا خبر به وما فيه شكو معنا بل والحق من ربي كتشدش ده أو من تقريري أنه من الله معنا بدما كي من رب العالمين وقفوت به بل إنه من رب العالمين بل إنه من رب العالمين وهذا أسلوب صحيح محكم شما بأثبت أولا أن تنزيله من رب العالمين وأن ذلك ما لا ريب فيه شو بد بدتنا ثم أضرب ذلك إلى قوله أم يقولون افتراه بشرى دار بازو أضرب عن شكر بلي أضرب عن ذلك يعني إعراض كشبه بل شكو أم يقولون افتراه نا بل كأود بين افتراء شما لأن أم معلوم هي المنقطعة والكائنة بمعنى بل ولا همزة دي يعني بل بل أيقولون افتراه شما بيت بيجنجي إنكارا يعني أم شما بأضرب إلى قول أم يقولون إنكارا لقولهم نا ياو ما أود بيجنجي أو بيت بيجنجي أبكي إسمامك إنكارية وتعجيبا منه لظهور أمره في عز بلغائهم عن مثل ثلاث آيات منه يعني بليغي وعاجز ما نشبك سي آيات بيني أفقص تشتكي الظاهرة ما دبك تشتكي يوسا غلطي يوسا شاشي يوسا تشتكي عجيب ببيجي تعجيبا منه تعالى شما لظهور أمره لو أمره ظاهرة ممكن أكو افترابه لظهوره شيء في عجز بلغائهم عن مثل ثلاث آيات منهم ثم أن أضرب عن الإنكار جاء إلى إثبات أن الحق من ربك بشتي إضراب يجي معلوم بشتي كوكو إنكار افتراء يجي كير قلت شي تأكيد كتبو أنه الحق من ربك أمريد توازن طيب يجي بخوين وهذا أسلوب صحيح محكم لحصول الترقي في كونه من رب العالمين دي نوع تدريج هي ترقية تدريج هي أما الأولى أما الجملة الأولى وبالتصريح معلوم تصريح يقول يعني تنزيله من رب العالمين وتوكيدها بالجملة المعترضة ولا رأينا فيه وأما الثانية فلأن الإنكار البليغ والإضراب عن الأول إنكار بليغ إنكارك وأن بلند وإضراب عن الأول يدل على أنهم قد أظهروا أمرا غريبا يجب أن يخضع منه العجب يعني لك مزعج عجيب بكتية وهو أن أقل سورة منه إذا كان معجوزا عنه نممكن به محال به فكيف يقال لمثلي إنه مفترى ولهذا قال زمخشري تعجيبا منه لظهور أمره وأما الثالثة فلتصريح بل دوا يقول بل هو الحق من ربك يك لفظ بل صراحة قلت يجي وتعريفي هو الحق هر أو حق معلوم حصر هي متدرج معرفة خبرج معرفة والإفلام هي الذي هو الخبر بلام الجنسي وتخصيص لفظ الحق بتشجي هو اشترك ودايا من ربك جوا أما التخصيص بعد تعميمي معلوم جدا يبين كحكمة ربك ورب العالمين شما أوليكو تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين وبشجكو هو الحق من ربك وأما التخصيص بعد التعميم أعني ربك ورب العالمين فللتخلص إلى إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم يعني والإيذان بأن المنزل الكائن من جهة مالك العالمين ومدبر أمور المخلوقات كلها هو الثابت من جهة من هو مالكك أبجي آتي اشترك يكو مالكتي ومدبر أمرك خاصة فدل التخصيص بعد التعميم على عظم شأنه صلى الله عليه وسلم ثم التصريح باسم الذات والحضرة الجامعة وإثبات الخالقية والمدبرية بعد الحكم بإنزال هذا القرآن دل على تعظيم شأن هذا المنزل والمنزل عليه يعني شو منزل عظيمة منزل القرآن أوجي عظيمة والمنزل عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوجي كأنه قيل هو الحق من ربك
ذلك الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على عرشه فهو من باب ترتب الحكم على الوصف. يعني هو قال من بليتا ما خذي اشتقاق على تجبح بلي بلي تعليل الحكم المشتق يدنب علية المشتق منه. يعني معلوم دائما اسلوبك قرآنية وبوصفة إثبات دجى أو وصف جديد ما نقلها دجي درباز كلمة هو هم تأكيدة هم جي علتي علته جبوكو لياقته وجبوكو أبيات شتي كتي بطن حقو راستا بل يرو درسا ما حتى ذي دي ونظيره جا كاسي داي بشي سبا أو إن شاء الله بشي دوام تمام السلام عليكم الله وخيرين.